سعليومي زلاف، أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا بيكم ومعاكم مسيو يعقوب وحصة مراجعة كاملة على تكات الجرامير أو الأسئلة اللي بتيجي في الامتحان وبيبقى عليها درجتين. انتوا عارفين ان في ثلاث أسئلة من الأسئلة بتاعت الجرامير بيكون عليها درجتين، يعني بنتكلم في 6 درجات الحاجات اللي هي الصعوبات اللي في الجرامير. تعالوا نشوف مع بعض، والملزمة البي دي اف أنا سايبها لكم مع الحصة، بعض الجمل اللي أنا حاططها لكم علشان نشوف الفروق بينهم. ولكن أنت عارف أن لازم يجي لك جملة، يعني مثلا لو اتكلمنا على أول 3 جمل دول، عندي أول 3 جمل ممكن يجي منهم جملة واحدة في الامتحان. طيب أول 3 جمل عندنا التعبير الشهير بتاع أفوار فروا. إمتى بنستخدم أفوار فروا؟ وإمتى بنستخدم فار فروا؟ وإمتى بنستخدم أتر فروا؟ عايزين كده نشوف مع بعض. أول جملة، الناس دهور، يعني الدنيا بتمطر بالخارج، جان فروا. هل بنقول بقى جون يكون بارد؟ لا، يشعر بالبرد، فيشعر بالبرد يعني أفوار فروا، هتبقى الإجابة أفوار فروا. لكن الجملة الثانية، سات سمان إيل، طبعا إحنا واخدين إن الطقس بنستخدم برب فار مع إيل، إيل في فروا، إيل في شو، هتبقى الإجابة إيل في فروا. الجملة الثالثة، أجوردوي لطن، الطقس بيكون بارد، يبقى فيرب اتر هتبقى افروا. انتوا جاي لكم جمله واحده من الثلاثه، فبالتالي انا علشان اعرف افرق ما بينهم، التعبير افوار فروا، يشعر بالبرد يشعر بالحر، دي مش بتبقى صفه ابدا، انما التعبير بتاع ايل في فروا هي صفه بس تفضل مذكر دايما. اما التعبير الثالث اللي هو الطقس يكون بارد لطون افروا، انا ممكن اقول الميه بارده لو افرواد، ودي هنا صفه لان انتم عارفين ان بعد فيرب اتر دايما بتيجي صفه. طيب نشوف الجمل اللي بعدها اللي هي رقم 4 و5 و6، بتكلم على المهام المنزليه. انتوا حضراتكم عارفين ان المهام المنزليه اللي هي اسمها لتاش ميناجير دايما بنتكلم في اكتر من فيرب. مثلا عندنا لو تفتكروا الفربات المشهوره اللي هي فار لافيسيل، غسيل الاطباق، عندنا فار لو ميناج اللي هو يرتب البيت. تعال نشوف ايه التعبيرات اللي ممكن تجي لكم على التاش ميناجير. اول جمله، ماسور لا تابل، يضع الترابيزه. احنا بنقول كده بالفرنسي فار ولا متر لا تابل؟ بنقول متر لا تابل. متر لا تابل يعني يحضر الطعام. الجمله الثانيه، جم نقط لافيسيل، التعبير اسمه فار لافيسيل اللي هو غسيل الاطباق، فار لافيسيل. التعبير الثالث، لاسبيراتور اللي هي المكنسه الكهرباء، بنقول فيرب باسي، ونقول ما مير باس لاسبيراتور، يعني تمرر المكنسه الكهرباء. الثلاث تعبيرات دول معاهم تعبيرات اخرى للاعمال المنزليه، زي مثلا فار لا كويزين يطبخ، زي متر لا تابل قلناها روباسي لي فيتمون يكوي الملابس، زي حاجات تانية كتير في التاش ميناجير. نيجي بقى للجملتين دول، وما الفرق بين سوتروفي يوجد وإيليا اللي هي يوجد. انتوا عندكم فيرب تروفي يجد وسوتروفي يوجد، وانتوا عارفين ده فيرب ذو ضميرين. طيب لو جينا اتكلمنا على فيرب سوتروفي وتروفي، الفرق بينهم تروف يجد وسوتروف يوجد. طب انا عايز اقول ان المحطه توجد، يبقى هنقول فيرب سوتروفي اللي هي نمروسي. طيب مارتين نقط ان راكيت، هي مارتين توجد مضرب؟ لا، مارتين تجد، فتجد يبقى فيرب تروفي اللي هو الاخيره. مارتين تجد يبقى فيرب تروفي اللي هي الاخيره. هصغر لكم بس الشاشه علشان تشوفوا الكتابه بشكل اوضح وتبقى الدنيا بالنسبه لكم افضل. يعني يبقى مارتين تجد اللي هي الاخيره. وامتى بتستخدموا إليا؟ في بدايه الجمله بنقول يوجد كذا إليا وتكمل الجمله. تعال نشوف التعبير اللي هو رقم 9 و10 و11. التعبيرات الثلاثه دول بتتكلم على جون نقط لا جون بكاسي. التعبيرات اللي خدتوها في الوحده الرابعه بتاعت عنده الم فيه ويجد صعوبه فيه وعنده مرض معين، دلوقتي جون عنده الساق مكسوره، مش بنقول يكون الساق مكسوره، يبقى فيرب افوار، يبقى جون على جون بكاسي. طب والجمله الثانيه، اختي نقط ان بان فورم، هل بتقول اختي عندها في فورمه كويسه؟ لا، تكون، وتكون ده فيرب اتر، يعني ابسط حاجه بنقولها لطلابنا الفرق بين افوار واتر في المعنى. افوار يملك،
يعني عندي أتري أكون يعني بيجورا أدكتيف أو تعبيرات. أما الجملة الثالثة مصير إن بون فورم، ده فيرب أفوار على طول، لأن عايز تقول إيه؟ أختي عندها الصحة كويسة أو الفورمة الكويسة، مصير آه إن بون فورم. طب والجملة رقم 12، أنتوا خدتوا إن فيرب ألي لما بنقول لك كومون سافا وبنسلم عليك بتقول سافا بيان، يبقى هتقول جو نو في با بيان، اللي هي الجملة نمرو بي. طب ولو قلنا الساق تؤلمني، الساق تؤلمني اللي هو فيرب إيه؟ فيرمال. فيرمال يعني تؤلم، ما تترجمهاش حرفي وتقول يعمل ألم، لكن هنا تقول لا جامب في مال، يبقى الجملة نمرو سي. ننزل بقى على الفقرة اللي بعدها من أول الجملة رقم 14، تعالوا نشوف الإجابة بتاعت الكلام ده هتكون إيه. نمسح بس الإجابات اللي موجودة هنا ونبدأ نجاوب مع بعض، يعني عندكم فرصة تفكروا. الجملة رقم 14، les enfants peur، انتوا خدتوا كلمة peur يعني يخاف من، بس التعبير يخاف من اسمه avoir peur، اما يخوف حاجة يخوف حد اسمها faire peur. خلي بالكم استخدامات faire عديدة. طيب انا عايز اقول هنا ان الاولاد خايفين من الحشرات، يبقى les enfants ont peur، هتستخدموا verb être. لكن البيت الرعب la maison hantée، في الملاهي بيت الرعب يخوفني، هتقولوا فير بير، يبقى هنستخدم نيمروسي. ادي الفرق بين افوار بير وفير بير. اخر جملتين دول في الصفحه مهمين انك تعرف ان كومبيان كوت، لازم تعرفوا ان فيرب كوتي يتكلف، ده فيرب بريمي جروب، وبالتالي هو مجموعه اولى بيتصرف حسب اللي وراه. يعني انا بقول كومبيان كوت ان بوتاي دو لي، هو فين السجي هنا؟ ان بوتاي دو لي الفاعل ازازه اللبن تساوي ال مفرد، يبقى كومبيان كوت نمرو بي. انما الجمله اللي بعدها كومبيان كوت سي فيتمون، فكلمه سي فيتمون الملابس تساوي الى فيك اس، يبقى كومبيان كوت اخرها او ان تي نمرو سي. ننقل على الصفحه اللي بعدها ونشوف فقره اخرى لقاعده اخرى لنفس الكلام. الجمل اللي بقول عليها تاني، بقول تاني اهو يا شباب، الجمل دي بتبقى عليها درجتين. الجملة الأولى والتانية الفرق بينهم إيه؟ دايماً هتلاقوني كده حاطط لكم الجمل تحت بعض، إيه الفرق بين الجملة الأولى والتانية؟ الجملة الأولى إيل نقط في جوسكي، ده فيرب فار في الباسي كومبوزي. طبعاً أنتوا عارفين إن لما تلاقوا اسم المفعول بارتيسيب باسي يبقى يا أفوار يا أتر، فيرب فار مع أفوار يبقى هناخد إيل زون في نمرو دي. الجملة اللي بعدها مين الفيرب اللي بياخد أو تنس؟ نرجع بالذاكرة لل الانيتي الاولى، الوحده الاولى جوي، بياخد اي حرف جر او اشكاله مع العاب الكوره، يبقى الجو بيان او تنس الاجابه الاولى. الجمله دي بالنسبه لوسائل المواصلات، مين الفرب اللي ما بياخدش حرف جر مع وسائل النقل؟ فرب براندر. انا بقول بحب المترو، بفضل المترو، بكره المترو، لكن لو عايز استخدم فرب براندر يقود اسف يركب، فبنقول اركب المترو، يبقى البراندر مترو. طب ليه ما نستخدمش سو ديبلاسي اتنقل؟ كنا قلنا اون مترو، فواياجي مع اي وسيله اون او اه، بارتير مع اي وسيله اون او اه، يبقى احنا نقول براندر لو مترو، بركب المترو. الجمله رقم 4 و5 والفرق بينهما ايه؟ انتوا خدتوا فيرب باسي السنه دي ليه 7 معاني، انا عايز اقول لكم ليه 7 معاني. انا بحفظهم بطريقه سهله، فيرب باسي معناه يمر ومش يمر، احفظوها بالطريقه اللي انا بقولها. تقول يعني ايه يا مسيو؟ معناه يمر لما بيجي وراه بريبوزيسيون حرف جر شيء او بار، ومعناه غير يمر بقى، يعني ممكن يقضي باسي لي فاكونس، ممكن يمرر الكوره باسي لو بالون، ممكن يجتاز الامتحان باسي لي باسي ليكزامان، ممكن يمرر المكنسه الكهرباء باسي لاسبيراتور، معاني كتير لفيرب باسي. ولكن امتى يجي بعديه؟ امتى يجي مع اتر؟ لو بعديه حرف جر شيء او بار او غيرهم. فطبعا لما نلاقي هنا اكار في تبعية وفي شيء حرف جر، يبقى il s'en passé مع اتر. انما لو ما جاش وراه حرف جر وما فيش اكار، انتوا عارفين ما فيش تبعية مع افوار، يبقى il s'en passé la journée. الجملة رقم 6، لازم تفهموا ما الفرق بين entraîner و s'entraîner. entraîner يعني يدرب، فالمدرب يدرب اللاعبين، يبقى l'entraîneur entraîne les joueurs. اما سونتريني معناه يتدرب، يعني مش هو اللي بيدرب، هو بيدرب نفسه، يعني اللعيب بقى بيتدرب لجوار سونترين. انا هنا بدات بدانيال، ممكن يدرب او يتدرب،
جاب كومبليمون عندي لجوار يعني دانيال حاجة اللاعبين يبقى يدرب اللاعبين اللي هي الإجابة الأولى دانيال أنترين لجوار. جملة سبعة ما الفرق بين أن وإيل؟ الاثنين بيتصرفوا إيل لكن الأن تدي معنى أشمل. أوكي أن بزوان دراكات يعني إحنا محتاجين لمضرب يبقى أفوار بزوان ولازم تحفظوا أن التعبير اسمه أفوار بزوان أهو موجود عندكم في الجملة اللي بعدها أفوار بزوان. الجملة اللي بعدها إيل أبورتي ده فرب في الأنفينيتيف نصيحة بنصحكم بيها أولادي أفوار وآتر ما بيجيش وراهم أنفينيتيف أفوار وآتر ما بيجيش وراهم مصدر يعني أنا هنا هقول إيلي أبورتي لا الأ بزوان دو مفروض لا الفو طبعا ممكن الفو أبورتي لأن أنتوا عارفين إن فرب فالوار لو جي وراه فرب أنفينيتيف معناه يجب يجب فهنا الفو أبورتي ركات يجب أن تحضر المضرب. أما أفوار الأخيرة قلت لكم لسه أفوار وآتر ما يجيش وراها مصدر. الجملة رقم تسعة إل نقط أليكس ما ينفعش أفوار وآتر نقول هو يكون في اسكندرية ممكن بس آتر لكن هنا عنده في اسكندرية لا يوجد في اسكندرية لا الجو في لا إل بلو يعني إيه إل بلو ما أنت عارف إن فرب فالوار اللي هو هنا وفرب بلوفوار اللي هو هنا الاثنين دول ما بيتصرفوش إلا مع البرونوم بيرسونال إل بيسموها لفرب بيرسونال الأفعال الغير شخصية التي لا تصرف إلا مع الضمير إل فقط. طيب نيجي للجملة رقم عشرة لغاية آخر الصفحة تعالوا نشوف الجملة من أول رقم عشرة لتسعتاشر نبدأ نبدأ يا شباب. الجملة رقم عشرة إمتى تستخدموا إليا يوجد وإمتى إن يبا؟ كلمة إليا اللي هي معناها يوجد بيجي وراها ثلاث حاجات فاكرينهم بتكون يا أداة نكرة يا عدد يا تجزئة إليا يوجد. طيب وإن يبا بيجي وراها دو بتاعت النيجاسيون إن يبا دو كذا مفيش كذا. طيب الجملة الأولى دي إل دو نيواج لو كانت دي دي دو أس يعني يعني بلوريال كنا قلنا أوكي إليا دي نيواج لكن لما لقيته دو بتاعت النيجاتيف رغم ان نياج بلوريال يبقى ساعتها هتقولوا التعبير الشهير il n'y a pas il n'y a pas de nuage 11 11 mon frère نقط avec son chien و mon frère son chien ما الفرق بين الجملتين اخويا حاجة مع الكلب بتاعه يبقى اخويا بيتفسح مع الكلب بيتفسح ده verb pronominal يبقى se promener اللي هي نمرة بيه لكن دي اخويا بيفسح الكلب بتاعه يبقى برومن ما الفرق بين بروموني وسو بروموني الفرب البرونومينال الزو ضميرين ايه فرق بينه وبين الفرب العادي العادي اللي هو الكومبليمون وغير السجي الاثنين مختلفين الفاعل غير المفعول عشان كده اخويا بيفسح حاجه تانية اللي هي الكلب انما الغير الزو ضميرين بيبقوا الاثنين واحد اخويا بيفسح نفسه يعني جيمي برومان انا اللي بتفسح انا بفسح انا ادي الفرق بين العادي والبرونومينال الزودمري. الجمله رقم 13 ساتدي دو انتوا خدتوا ان دي من ضمن افكار الاقتراح البروبوزيشن ايه رايك لو نروح نعمل خروجه مع بعض ساتدي دو بيجراها انفينيتيف طب ما انت لقيت الاربعه انفينيتيف بذكائك كده مش بذكائك بلمح عينيك كده هو افوار وقاتر مش هتنفع عشان حاجه بسيطه جدا سيبك من ان في حاجه اسمها افوار انسورتي عنده خروجه ولا يكون خروجه سيبك من المعنى لو دو لو دو كانت مكتوبه دي ابوستراف كنا فكرنا نحط افوار او اتر تخيل طالما ما حطهاش دي ابوستراف يبقى مش ممكن ولا افوار ولا اتر اللي بادين بفويل طب هل بقى التعبير اسمه فار انسورتي نعمل خروجه ولا باسي انسورتي نقضي خروجه اكيد نعمل خروجه يبقى الاجابه فيرب فار يناسبك نعمل خروجه في الغابه ساتجي دو فير اون سورتي على فوري الجمله 14 لترين رؤت سير لراي القطار نقط على القضبان تفتكروا القطر بيمشي على فكره فيرب مارشي بيستخدم للانسان والحيوان مارشي يمشي رولي اي حاجه تسير على عجل لان رو يعني عجله رولي اما فيرب فولي تطير ودي للافيون سولمون الطياره فقط طب وفيرب تورني تورني يعني يلف او يدور فلف يمين لف شمال تورن ادروات تورن اجاش عشان كده القطر يسير على القضبان يبقى اكيد فيرب رولي اللي هي نمره ب الجمله اللي بعدها في هنا بريبوزيسيون في حرف جر يا شباب جو نقط ادي كورس يعني انا بشارك في مسابقات الفيرب اللي بيجي مع
حرف البريبوزيسيون أ حرف الجر أ اسمه participe أ لأن verb faire بيجرى participe verb sortir يخرج بيجرى دو أو أي بريبوزيسيون أخرى براتيكي ما بيجيش وراء حرف جر فأنا بأشارك في مسابقات عارفين إيه التكة اللي في الجملة دي؟ إن الناس بتتلخبط ما بين participe وبراتيكي participe يشارك براتيكي يمارس الجملة اللي بعدها التعبير اسمه إيه كونتر وإيه بور أتر كونتر يعني أنا أكون ضد وأتر بور يعني أنا أكون مؤيد فهنا الجملة بتقول إحنا نكون ضد الفكرة يبقى نصم اللي هي الأولى لكن مش أفوار ولا فار ولا ألي الجملة اللي بعدها دكالترا الجملة دي صعبة وعايزة حد مركز كويس قوي تعال نشوف كده دوكال ترين تو فا كذا شوف انت فيرب فواياجي بتيجي مع ترين وبراندر مع ترين وبارتير مع ترين وديساندر مع ترين مين الفيرب اللي بياخد دو شايفين الدو اللي موجوده دي مين الفيرب اللي بياخد دو دوكال ترين فيرب ديساندر يبقى الاجابه هتكون ديساندر الاخيره 18 جو دو ا مون امي انتوا عارفين الفرق بين فيزيتي وراندر فيزيت Visiter, bigora complément direct. Azur France, Azur Paris, je visite Paris, je visite la France. Et me rendre visite, tu peux prendre préposition à ou tu dis les gens. يعني je me rends visite à mon ami, à mon oncle. عشان كده لما لقيت à mon ami, يبقى تختاروا نمرة ب. Je dois rendre visite, لازم أرد الزيارة يعني للصديق. أما 19 ما صار à la porte, خلي بالكوا الباب ينفع نقول ouvrir, نفتح الباب, fermer, نغلق الباب. فرابي يعني يضرب أو يترك على الباب يخبط على الباب وأتندري ينتظر على الباب طب أنا بقول أختي نقط على الباب ما بنقولش أتندري على بورت ولو إني يعني ممكن أقول ألاتان على بورت اسمها ألاتان دوفان لبورت يبقى هنقول أختي إيه بقى فراب على بورت يعني تخبط على الباب نشوف الصفحة اللي بعدها وحاولوا تعملوا زي ما بعمل مع زمايلكم هنا في المركز الثقافي ان احنا بندي فرصة للطالب بنقول لهم دايما يا اولاد حلوا حلوا لوحدكم وبعدين نشوف مع بعض الاجابات حليت انت ممكن تعمل بوز على الفيديو وتحلوا بعدين تشوف اول جملتين لابداء الرأي احنا عندنا اكتر من تعبير لابداء الرأي أكتر تعبير مشهور اللي زي ما بتقوله بالإنجليش What do you think about كذا اسمها بالفرنسي Qu'est-ce que tu penses de Qu'est-ce que tu penses أو Que penses-tu de أو De quoi penses-tu de فلكن في حاجة اسمها Comment tu trouves اللي هو كيف تجد إيه معناها كيف تجد مش تجد بمعنى find تجد بمعنى إيه رأيك فيه فهنا هنقول Comment tu penses غلط يبقى Comment tu trouves اللي هي قلنا كيف تجد آخر واحدة كمان تشوف سبور كيف تجد هذه الرياضة أما دي بقى كو أول ما تلاقوا كو أيوة يبقى كو تشو بانس الأولى وتقول له كو تشو بانس دي سبور ما رأيك في هذه الرياضة تعال نشوف بقى الأربع ست بصوا الست جمل دول حكاية الست جمل دول حكاية من ثلاثة لغاية ثمانية أنت عارف كونجي يعني عطلة وفاكونس أجازة وكونجي عطلة يعني يوم زي لو فوندردي اي مون كونجي والفاكونس عطلة كبيرة اللي هي زي لي فاكونس ديتي اجازة الصيف انت بتقضي الاجازة اسمها باسي لو كونجي طب عندي اجازة انا في اجازة شوف التعبيرات المختلفة مش اي حد يجيب الستة دول صح ركزوا معايا الجملة الاولى احنا كونجي لو سامدي تعال نترجم عربي احنا نعمل اجازة السبت احنا عندنا اجازه السبت احنا نكون اجازه السبت هتقول لي اه تعال اقول لك انا وطبعا الاخيره نذهب اجازه لا طب افار ولا اتر بيقول لك فيرب اتر بيجي وراه دايما بريبوزيسيون عشان التعبيرات بتقول نصام انفار من نصام ان كذا فهنا يبقى نو زافون كونجي عندنا اجازه يوم السبت طب وهنا بقى نو اون كونجي شايفين الاي ان يبقى ما نقولش نو زافون اون كونجي نصام اون كونجي يبقى اول جمله نو زافون كونجي والتانية نو سوم كونجي لا نو سوم ان كونجي اما التالتة دانيال كونجي انت كنت تحط افوار كونجي اقول لك ستوب احنا عندنا دو سيزامي يعني مي دو سيزامي اتاري في سنة اولى ثانوي كان عندكم تعبير شهير اسمه براندر كونجي يعني انا بعد ما اخلص الحصة عايز اقول لكم اسيبكم بقى يا شباب وامشي اقول جو بران كونجي دو ميز ايلاف استاذن بالخروج اهم بالرحيل فعشان كده هنا هتقول دانيال ها بران كونجي يستأذن بالخروج طب واللي بعده
دانيال لو كونجي. لو كونجي انت عارف ان فيرب باسي لما بيجي بمعنى يقضي بيبقى ديركت مباشر، وتقول دانيال باس لو كونجي يقضي الاجازه مع اصحابه. نفس اللي احنا قلناه على الاربع تعبيرات بتوع كونجي استغلوا عليه في الكلمه فاكونس. يبقى هنا ايه ايه اون فاكونس، هو ايه في اجازه، هو يكون يبقى ايه اون فاكونس. طب وايه ايه دي فاكونس تمشي معنيين، الا دي فاكونس عنده اجازه، الباس دي فاكونس قضى اجازه. بس لما تكمل الجمله وتلاقي بور دو موا يعني لمده شهرين، فما فيش حاجه اسمها هو قضى اجازه لمده، انما هو عنده اجازه لمده شهرين، الا دي فاكونس بور دو موا. بور دو موا. تسعة، بور الي على جار عشان تروح المحطه، في فاصله، في فيرجول. الفاصله معناها ان انا هبدا بجمله يعني امر، فعشان تروح المحطه الاربعه امر. هل بقى انا بقول ساتري هذا الشارع، تورن لف الشارع ده؟ لا، لازم تورني اه. طب فا، لا اذهب الى فا اه. طب بران اه، ممكن اقول خد الشارع ده براندر ساتري. والأخيرة مارش، لازم أمشي فيه هذا الشارع، يبقى عشان أروح المحطة يبقى هنقول اللي هي الثالثة برونساتري. أما عشرة منفير نقط أم بيلوت، تعبير تانية ثانوي اللي هو يتنكر، ما اسموش دي جيزي، اسمها سو دي جيزي، يعني فيرب برونومينال. أخويا بيتنكر في شكل بيلوت، اسمها كده السو دي جيز أم. طيب نشوف الصفحة بقيتها من أول الجملة 11 لآخر صفحتنا. تعالى نشوف، نمسح بس الإجابات دي ونبدأ نحل. بوز كده، اعمل بوز وقول لي وصلت لإيه. جملة 11، مونامي نقط أون تاكسي. شوفوا أنا عندي فيرب أتندر ينتظر، وسو ديبلاسي يتنقل، وبراندر يركب، وأوتيليزي يستخدم. عايز أقول لكم إن ده الأولاني والتالت والرابع ما بياخدوش بريبوزيسيون، ما بياخدوش حرف جر مع وسائل النقل. أنا بقول صديقي ينتظر التاكسي، يركب التاكسي، يستخدم التاكسي. فبالتالي لما تلاقوا حرف جر يبقى أدور على فيرب من الفيربات الشهيرة اللي بتاخد حرف جر، فأقول صديقي سو دي بلاس يتنقل بالتاكسي. الجملة رقم 12، جو نقط مي فوتو. طب أنت ممكن تقول أشاهد صوري، أرى صوري، ما عنديش مشكلة. مونتري يعني يوري حاجة لحد، شو. أما أكمل الجملة وألاقي في كلمة آ مي زامي، يبقى أكيد مش أنا أشاهد أو أنا أرى صوري لأصحابي، أنا أوري الصور، أوري يعني شو. يبقى هتقولوا جو مونتر اللي هي الأخيرة، جو مونتر مي فوتو. وركزوا ما بين الفرق بين مونتري أصعب ومونتري بمعنى شو. 13، دانيال ليتينيرير. تعبير ده خدتوه في تانية ثانوي. إحنا خط السير بيقول لك إيه، اشرح خط السير لحد، يبقى أنزي كي. لكن بران ليتينيرير ياخد خط السير ما بتقولهاش. فار يعمل خط السير، لا ينتظر، يبقى ان جي كي اللي هي اللي انتوا عارفينها بمعنى يشير الى او يبين. يبقى مونتري يبين حاجه لحد، لكن ان جي كي يشير الحاجه لحد. لكن ده تعبير بنقول وري الصور لحد، مونتري مي فوتو شو مي. انما حدد بقى خط السير، حدد حدد، يبقى ان جي كي ليتينيرير. ادي الفرق بين الجمله 12 و 13. تعالوا بقى ل 14، نقعد جي كافيه. مين الفعل اللي بياخد دايما بارتيتيف اللي هي اداه التجزئه؟ ايوه، فيرب بوار يشرب، او مانجي ياكل، فيرب اشتي يشتري، او فوندر يبيع، فيرب فولوار يريد، او متر يضع، فيرب اجوتي. في فيربات لازم لما تشوفها مع الاكل والشرب لازم تاخد بارتيتيف. طب هنا احنا بنشرب قهوه ولا بناكل قهوه؟ اكيد بنشرب، يبقى نو بيفون الاخيره، لكن ما قلتش مانجون. وطبعا بريفيري وديتستي افعال الميول والشعور، دايما دايما تاخد لو لالي ارتيكل ديفيني. 15، لسكي اللي هو التزحلق على الجليد، الاون نقط اونيفير. يبقى هو بيعمل تزحلق على الجليد، اسمها فيرب فير. اقول لكم ليه نختار فير، فير هو الوحيد اللي بياخد بارتيتيف مع الاكل والشرب. فير قصدي بياخد بارتيتيف مع الاكتيفيتي، مع الانشطه، فهو بيلعب سكي، الفي دو سكي، اي نشاط فيرب فير بياخد معاه بارتيتيف، مش مع الاكل والشرب طبعا. 16، بور علي على جار فاصله، برضه فاصله يعني امر، لكي تذهب للمحطه. لو بون يعني كوبري. طب انا هقول له ايه؟ اصعد للكوبري، امشي كوبري، امشي على الكوبري. طب نشوف، اتندر ينتظر، مش حاجه اسمها انتظر الكوبري. تورني يعني لف، قلنا لازم تاخد حرف جر اه. ترافيرسي اعبر، ايوه اعبر الكوبري، لكن مارشي لازم تقول مارشي سور لو بون، عشان كده هنختار فيرب ترافيرسي لو بون
الأوبرا، يعني أعبر كوبري الأوبرا. 17 و18 ركزوا قوي في الجملتين دول. موفازيمار يعني مزاج سيء، يعني مزاج وحش. طيب أنا عايز أقول إيه؟ ميلاني مزاجها سيء. طيب ركز كده كويس. دو موفاز هومور، اون موفاز هومور. دايما افوار بياخد يا اما ارتيكل انديفيني يا بارتيتيف، لكن دي مش بارتيتيف، دي زي بريبوزيسيون، ده زي تعبير كده بنقول ميلاني ذو مزاج سيء. يبقى ميلاني مش عندها ذو مزاج سيء ولا تذهب طبعا، يبقى ميلاني تكون الي دو موفاز هومور. لكن اللي بعدها ميلاني عندها مزاج سيء، عندها مزاج سيء. ميلاني اون موفاز هومور، باد مود. الاخيره بقى الفارجسكي، طبعا انا لسه بقول ده فيرب في الانفينيتيف، امتى تحطه عليه وراء انفينيتيف؟ صح. امتى تحط فينير وراء دو ثم انفينيتيف؟ امتى تحط اتر افوار؟ استحاله افوار واتر يجي وراهم الفيرب في الانفينيتيف. عشان كده الاجابه هتبقى الاولى الفانفير. تعالوا نشوف صفحه اخرى، اقلبوا معايا يا شباب. الصفحة 181 في الملف اللي أنا منزله لكم. لتنس، وتعالوا بقى نشوف هنحل إزاي الشواية بتوع الرياضة. التنس تلعب ولا تلعب؟ التنس تلعب، التنس تمارس. إنما لما أقول أنا ألعب أنا أمارس، ده موضوع تاني، جو وجو. طيب أنا هنا عندي التنس نقط أكور، فأنا عايز أقول تلعب في ملعب التنس، يبقى سو براتيكي. ما هي سو براتيكي إيكوال سو جوي، إيكوال. والتنس سجو زي سو براتيك. على مان احنا خدنا ان فيرب سو جوي اللي هو تلعب بيه مع اعضاء جسم الانسان بياخد السجو على مان، ومع الاماكن ياخد انما مع الادوات بنقول افيك، يعني تمارس او تلعب. اقول جو التنس سجو افيك لي راكيت، افيك ان بالون، افيك يعني ويز. نيجي عند ثلاثة، المار اللي هو المار في الشارع، لو بيتون، نقط سور لو تروتوار على الرصيف، يبقى أكيد مش هياخذ على الرصيف ولا يعبر على الرصيف، لكن يمشي على الرصيف. ولسه قايل لكم مارشيه للعاقل لكن روليه للمركبات. مامير نقط لكورس، في تعبير اسمه فير لكورس اللي هو يتسوق، يعني يعمل شوبينج، لكن مش دوني ولا بارتيسيبي، يبقى فير لكورس نيمروسي. الجملة خمسة، جو في دو لا ناتاسيون ويك اند، حذاري تحط حرف جر قبل فترات اليوم، يعني لو ماتان، لو سوار، لو ميدي، لابري ميدي، لو مينوي، لو ميدي، كل دول ما بياخدوش بريبوزيسيون. أيام الأسبوع كلها، لو سامدي، لو ديمونش، لو لاندي، لو ماردي، ما بياخدوش بريبوزيسيون. فترات الأجازة اللي هي لو ويك اند أو لو كونجي ما بتاخدش بريبوزيسيون. يبقى حضرتك لما تقول انا بلعب سباحه في الويك اند، في الويك اند اسمها لو ويك اند على طول. يا مسيو عايز اقول في الويك اند، هي كده يا فندم اسمها لو ويك اند. القاهره جوفي فينير، خلي بال حضراتكم في البرونوم بيرسونال، انتوا للاسف حافظين ومش فاهمين حته ان الاجراك للمكان. احنا قلنا الشرح اللي قلناه قبل كده هنا، قلنا فيرب علي بياخد اجراك في البرونوم بيرسونال لان انا اذهب الى مكان، ايوه، لكن مش كل الاماكن تاخد اجراك ليه. لو انا قلت جو فيزيت لو كار، انا ازور القاهره، انتوا هتحطوا لو بدلها برونوم بيرسونال. لو قلت جو فيزيت لا حاجه في ميناء، يعني هتحط لا بدل، يبقى ما حطيناش اجراك ليه عشان فيرب فيزيتي ده ديريكت. اما الاجراك دي بتتحط لثلاث شروط قلت لكم عليها، ثلاثه غير ان الكومبليمون يكون غير عاقل، غير مباشر يعني قبله حرف جر، غير دو تاني، غير عاقل، غير مباشر، غير دو. غير مباشر يعني قبله حرف جر، غير دو، لان لو الكومبليمون قبليه دو سواء مكان او غير عاقل ياخد اون. الاو ان اللي انتوا عارفينها دي بتيجي دايما للمفعول الغير عاقل اللي قبله دو. طب لو مكان، حتى لو مكان، يعني انا لما اقول القاهره انا جاي منها يبقى جو في اون فينير. هتقولي بس ده فيرب الي، لا استنى، البرونوم بيرسونال مش جاي هنا، البرونوم بيرسونال جاي قبل فينير. ما هو البرونوم بيرسونال بيتحط قبل فعله، فهنا انا هاجي من القاهره بعد خمس ايام يبقى جو فيز اون فينير. اللي ما بيعرفش يعمل اللي انا قلته وبيبقى فاهم الدرس كده، البرونوم بيرسونال يتحل في الامتحان انك ترجع الجمله لاصلها، يعني بدل النقط وبدل برونوم حط لي انت كومبليمون، جو في فينير دو كير، جو في فينير دو كير. المفروض لو هكمل الجمله جو في فينير دو كير، يبقى الضمير ان.
لانترينير المدرب لجوير أوبير. للأسف إن فيرب بقول لي للأسف أوبير بالعربي يطيع، فأنت بتقول اللعيبة تطيع المدرب، لا إحنا في اللغة الفرنسية أوبير وكأني بقول أقدم الطاعة إلى، يبقى أنا أقول المدرب ماله اللعيبة تطيعه أوبير يبقى هتاخد يلوي يلار، وبما إنه مدرب يبقى لوي. سيتشيغرو قاعدة سي اللي انتم متقلقوش منها السنة دي، لانها مش زي قاعدة اف في الانجليش فيها شوية صعوبات، لا هي حالة واحدة لو انت جرو مليان اعمل ريجيم، لا عندنا فيرب فار لو كان اخره اس كنت قلت له فار جو ريجيم، وطبعا ما بياخدش نكرة لان اي نشاط بياخد بارتيتيف. عندنا فيرب سويفر، وقلت لكم ان فيرب سويفر اللي هو فولو يتبع بيتصرف في البريزون زيه زي فيرب اتر مع جو، جو سوي وده جو سوي. اما اقول جو سوي ان ريجيم انا اتبع نظام، لكن جو سوي بروفيسور انا مدرس، ده فيرب ات. فهنا بقول له لو انت تخين اتبع نظام غذائي يبقى سوي. طبعا انا ليه اخترت الفيرب مع تشو عشان بدات بتشو. اما تسعة صافو انت تسرعت وعملتها الاولى بالراحه، مين السيجي اللي في الجمله؟ دايما لو عندي اثنين برونو بيرسونيل اثنين ضمير، الفاعل هو الضمير الاول، وانت عارف ان صا تصرف زي ايل. عندنا حاجات كتير قوي في الفرنسي بتتصرف زي إيل، سو بتتصرف زي إيل، سو عندنا مثلا صا بتتصرف زي إيل، عندنا كي بالآي بتتصرف زي إيل، عندنا آم بتتصرف زي إيل، كل دول حتى يعني أي حاجة ملهاش ملة. يعني أنا سو دي بتنفع للعاقل والغير العاقل والفاعل والمفعول، لا المفعول بتبقى صا، أي حاجة من دول تتصرف إيل. فسافو دي هتبقى ال تانية، سافو دي دو مناسبك نزول المتحف. أما 10 و 11 والفرق بينهم لازم تعرفوا في الفوكابولار. أنا دايما أنصح طلابي وأنتوا بنصحكم، وهنا دايما أقول كل مرة الفوكابولار هو ثلاث أرباع المادة. أنتوا لو حفظتوا فوكابولار كويس الدوكيمان هتفهموها، السيتياسيون مواقف هتفهموها، إيميل وموضوع هتعرفوا تكتبوا فيه طول ما معاك فوكاب، وأخيرا الجرامير اللي الناس بتفهم إن الجرامير جرامير فهم، لا الجرامير فيه فوكاب حفظ. عارف يعني ايه كوير؟ لو تعلم يعني ايه كوير اللي هي جلد، مش جلد الانسان البشره اللي هو لابو، لا جلد الحذاء. فبيقول لك هنا البلطو من الجلد، الجلد الصناعي، ماده خام، يبقى على طول هتقول لان انتوا عارفين ان المواد الخام بتاخد انما دي بوا، بوا يعني خشب، سوري بوا يعني منقط. فهنا الوصف بتاع اللبس بياخد بريبوزيسيون اللي هي الاخيره. انا ليه بس قلت لكم خشب؟ لانه بصوا كده معايا، ادي الجمله رقم 10 و11 ومعاها 12، هما ليهم علاقه ببعض. تعالوا كده نشوف، بس نمسح الاجابات دي. نبدا كده، دي كوير يعني جلد، دي ماده خام، الكلمه دي ماده خام، يبقى هنقول ايه؟ اون كوير. لكن دي بوا اللي هي منقط، يبقى هنقول وصف اللبس ايه؟ ابوا. اما دي بقى بوا هي اللي معناها خشب، الفرق بين بوا وبوا حرف، فده ماده من الخشب، المضرب بيكون من الخشب، ماده خام يبقى ده الفرق بين الثلاثه. الجمله رقم 13 ليها قاعده بتقول لك ان الالوان المركبه لا تؤنس ولا تجمع. ايه اللون المركب؟ بلو مارين يعني ازرق كحلي، ازرق غامق اللي هو زي لون البحر، مارين جاي من مارينا. طيب سارة بتشتري فساتين بلو مارين، هل عشان الفساتين جمع مؤنث أختار التالتة؟ لا، اللون المركب وأنا عرفت منين إنه مركب وراه لون تاني، يبقى اللون المركب لا يؤنث ولا يجمع، يبقى الأخيرة بلو مارين. 14 جي أشتي أن أكسسوار، شوف أكسسوار ماسكينان وجت في امتحان ثانوية عامة كتير، أكسسوار ماسكينان. طب سارة اشترت أكسسوار كذا، أوكي ماسكينان، فانت هتحط بو، لما تيجي تحط بو مع اكسسوار يلتقي اثنين فايل، واحنا اديناكم ان الصفه نوفو ومؤنثها نوفال، ليها نوفال ال واحده للفايل الماسكينان، وبرده بو جميل مؤنثها بال، لكن تتحط بال ال واحده امتى؟ للفايل الماسكينان. فالاسم الفايل اللي بيبدا او الاسم الماسكينان اللي بيبدا بفايل فحط له بال اللي هي ال واحده. لا كومباني تاجريابل يعني الريف رائع. نو بارلون، لسه بقول البرونوم بيرسونيل عشان ما تقوليش ان الريف مكان وتحط اجراك. يا فندم رجع الجمله الاصلها، نحن نتحدث ايه؟ هتقولي نتحدث عن الريف، خلاص يبقى نوزون بارلون. طالما رجعت الجمله الاصلها نو بارلون دو لا كومباني،
عارف لو على كومباني إجريك مثلا، إنما الريف رائع إحنا بنتكلم، يبقى مش بنتكلم في الريف، بنتكلم عن الريف. لو قال لك بقى نو باسان لي فاكانس، ساعتها هتحط إجريك. لو قال لك نو ايمان، هتحط اللو واللا واللي والالابوستروف، تبقى نو ليمان الابوستروف. يبقى انا ما بصش على الريف في الجمله الاولى، انا بص على الفيرب اللي قبل النقط في الجمله الثانيه. 16 ميدسان مذكر. طب وهل المؤنث بتاع ميدسان ايه؟ ميدسان، ميدسان طبيب وطبيبه. طب انا عايز اعرف ده هذا الدكتور ولا هذه الدكتوره. بص على الصفه الادجكتيف جنتي فيمينان، يبقى ست ميدسان من المهن القليله اللي ملهاش في ميناء، ميدسان مذكر ميدسان مؤنث شغال عادي. 17 وركز كويس، مامير اي نقط فاتيجي، ماماري فاتيجي يعني ماما تعبانه. ايه الفرق بين ان بو دو وبلو دو؟ دول الكميات، قليل من التعب قصير من التعب مش موضوعنا. انما تري بتيجي وراها ادجكتيف بمعنى فيري، بون دي ادجكتيف. طب وبوكو اللي مكتوبه في جمل تانية هتشوفوها، بوكو فاتيجي ما تجيش لان بوكو بتيجي بعد الفيرب بمعنى سو ماتش. فهنا والدتي تعبانه جدا، يبقى قالت ري فاتيجي، اللي هي زي ايكوال فيري في الانجليش بالظبط. طيب 18 جمله مونتاني اه، المفروض لو ما فيش الاي ان دي، دي لو مش موجوده كنا نقولها مونتاني بلانش، الجبل الابيض، الجبل الاحمر، الجبل الاخضر. انما احنا علمناكم لما تلاقوا الصفه بتاعه اللون بدل ما بتيجي بيجي قبلها اه، بتحطوا اللون مفرد مذكر او الصفه بتاعت اللون مفرد مذكر. ده تعبير يا فندم ان انا بحب الجبل باللون الابيض ان بلان. هتقولي بس الجبل مؤنث ان بلان. طب لو جبال ان بلان. طب لو بنت مثلا او حاجه في ميناء لا شامبر ان بلان. مفيش، لان بعد الان بيجي اسم اللون مفرد مذكر. اما جمله 19 تشا دو بوم يعني معاك تفاحتين، هتقولي ايوه معايا، بس هنا ما قالش ايوه، قال نو. لو كان قال وي كنت تقول جوني دو، ايوه معايا اثنين، لان انت عارف العدد يذكر مع البرونوم بيرسونال ان في الاثبات. طب قال لك نون العدد يحذف. طب هو ما قالش نون جو نون ني با، ده قال لا وبيفسر وبيقول لك ده انا عندي حاجه ثانيه غير اثنين تفاح، يبقى ما تنفعش اثنين، يا واحد يا واحده. طب التفاح ماسكولين ولا فيمينا؟ فيمينا لا بوم، يبقى جوني اون. شفتوا كلمة لابوم دي؟ يعني برضو انت كجرامير لازم تبقى فاهم الفوكابولير، انت لازم تبقى فاهم الكلمة ماسكولان ولا فيمينا. ندخل بقى على الصفحة اللي بعدها، الصفحة اللي بعدها دي حليناها اهي. اول جملة في كومبيان، شوف يا فندم، شوف يا فندم، ايه الفرق بين سي وست وسو وصا؟ لازم تفهمه كويس. سو بتيجي سوجي بس، صا بتيجي سوجي وكومبليمون. طب ست لدي ادجكتيف ديمونستراتيف اداه بتيجي بعدها نون نون. طب وسي ده تعبير كامل سوجي وفيرب. انا عندي فيرب يبقى مش سي، عندي فيرب يبقى مش ست، يا سو يا صا. احنا قلنا سو ما تاتيش الا مع فيرب اترفاقه، يبقى التعبير الصح ايه؟ صافي كومبيان، عامل كام ده؟ صافي كومبيان. طيب اتنين وتلاتة ليهم علاقة ببعض، هو قريب يعني بري ولا أبري بتتلخبطوا. قريب وبعيد اسمها بري والوان اللي هي دي، لكن أبري وأفان بعد وقبل. بري ما اسمهاش قريب من، قريب بس اسمها قريب من بري دو، لكن بعد ما اسمهاش بعد دو، بعد من، ما فيش حاجة اسمها بعد من. فهنا لما اقول المحطه بعد البوسطه يبقى عايز احط الارتيكل بتاعه لابوست ولا لو بوست. طبعا البوست المؤنث معناها مكتب بريد لابوست، انما لو بوست المذكر معناها وظيفه بوزيشن يعني. فطبعا الجار المحطه بعد البوسطه يبقى لابوست. اما الثانيه لاجار اي بري، قريب ما اسمهاش بري بس، قريب من يبقى بري دو. طب ولو جيت حطيت دو، عندي دهايه مذكر ودهايه مؤنث، فلازم تعرف ان دي في ميناء عشان تقول دولا اللي هي الاخيره. 14 بقى، بصوا الثلاث تعبيرات بتوع تو او الاربعه، تو وتو وتوت وتوت. انت حضرتك بتحط تو باشكالها الاربعه لو جت بمعنى كل وراها اسم معرف باداه. انما في تعبير عندي اسمه باجي تو اللي هي اطلاقا، وفي ان بو دو تو القليل من كل شيء، وفي تو بمعنى كل. انا بعرف منين؟ انا هنا لقيت نيجاتيف نيجاسيون جو نام با لي بواسون. طيب هل في كلمه جيتو؟ لا، يبقى جو نام با
توت لي بواسون، بس لازم تعرف ليه مش التانية، لأن بواسون المشروبات مش الأسماك، الأسماك بواسون، المشروبات بواسون، فبالتالي دي إيه؟ أيوة دي فيمينان، إنما التانية بواسون ماسكولان، عشان كده اخترت التالت. طب وهنا جو نام با دو، هل بقى أختار توت لي بواسون؟ لا أنا لا أحب دو. طب ولو هي لو أحب كل المشروبات، إيه لازم دو في الموضوع؟ فهنا أتاري التعبير اسمه با دو تو اللي هي بمعنى إطلاقاً. نشوف كده رقم 6، جو بوا 5 فير او، انا بشرب 5 كوبايات ميه. اه دي كميه يا فندم، 5 فير دو او تبقى الاخيره، مش غير يعني هي الاخيره 5 فير دو مش دو، لان في هنا فويل. بوكو لما بتيجي في الجمل التلاته دول حكايتها ايه؟ هل بوكو لازم يبقى وراها دو؟ ايوه وراها دو في كميات، لكن بوكو بيجوا بعد فيرب ايمي بريفيري ادريد تسي افعال ميول، وتقول بحب جدا لو ولا ولي، اعرف منين؟ لوبيس ابوكو نقط رتار، نقرا كده عربي، الاتوبيس عنده كثير تاخير، يبقى كثير من بوكو دو. طب هل عشان رتار مذكر احط دو؟ لا، لان بوكو دو للكميه كونتيتي ادفيرب دو كونتيتي ما بتتغيرش، يبقى بوكو دو رتار. طب ولو انا قلت جو بارتيسيب اه، هي هنا يعني في بريبوزيسيون اه مش موجود، بأشارك في بوكو دو كومبيتيسيون، شفت انا قلت ايه؟ بوكو دو كومبيتيسيون، يبقى بوكو دو كومبيتيسيون. طب وهنا جو بارتيسيب اه، انا لا انا اسف، انا في هنا حته يعني وقعت مني، معلش وقعت مني معلش، هنا مفيش حرف جر اه، الجمله سليمه، ده هنا اللي فيه. هنا جو بارتيسيب بوكو يعني انا اشارك كثيرا مش كثير من. عايز بقى احط حرف جر اه مع كلمه كومبيتيسيون، وكومبيتيسيون جمع، يبقى جو بارتيسيب بوكو او كومبيتيسيون، باشارك كثيرا في اللي هي او. اللي هي التالت. اما نمره 9 جو بارتيسيب ا بوكو، طالما انا حطيت حرف جر اه يبقى بوكو دي تاخد الكميه بتاعتها اللي هي بوكو دو كومبيتيسيون. الجمله اللي بعدها الي لو شامبيون روتار، ده تعبير محفوظ، انا بطل التاخير، جو سوي لو شامبيون دو روتار. ليه بقى دو؟ هو بطل التاخير، التاخير مذكر اسمه لو شامبيون دو روتار، بتحفظوه عشان بس ما فيهوش شرح. 11 بقى باردون، انا اسف، جاريف ان بو، خلي بالك المفروض لو شلت ان بو فانا بوصل متاخر، جاريف اون روتار، يبقى جاريف ان بو اون روتار اللي هي الاخيره. ناخد باقي الصفحه من اول رقم 12 ونشوف. باردون جاريف ان بو، خلاص 12 جو نو فيزيت، وهنا جو نو فيزيت، عايز اقول لحضراتكم فيرب فيزيتي ما بيجيش وراه بريبوزيسيون، يعني انا بزور باريس جو فيزيت باري، طب عايز انفيها يبقى جو نو فيزيت با باري. هل هنا في رقم 12 في با؟ ما فيش با. طب ينفع اقول ريان واقول لا ازور شيئا باريس؟ لا. ينفع اقول انكور بتاعت الاثبات ما زال؟ لا. ينفع اقول بيرسون شيئا لا ازور شخصا، قصدي لا ازور شخصا باريس كده؟ لا. يبقى لا ازور ابدا باريس جامي. لكن دي انا لا ازور باريس، لا دي لا ازور نقط اباري في باريس، يبقى انا لا ازور شيئا في باريس. عارفين ليه فوق ما حطيناش با؟ با كانت تنفع يا فندم وتقول انا لم ازور باريس، لكن هنا حطينا با عشان ما فيش حاجه اسمها لم ازور في باريس. الجمله رقم 14، كولاج لازم تعرف انها ماسكولان، اصل في مشكله ان كلمه سوبر اللي انتوا عارفينها كلكم بمعنى رائع، في مشكلة إن سوبر اللي هي رائع ماسكولان فيمينان سانجوليير بلوريال تمشي، فلازم تبقى أنت راجل حافظ أو أنت بنت حافظة إن كولاج ماسكولان عشان تختار سو كولاج. الجملة رقم 15، الرياضة تلعب، وهنا تلعب اتفقنا إن فيرب سو جوي بياخد حرف جر أ مع أعضاء جسم الإنسان، أ مع عدد لاعبين، أ مع أماكن، إنما ياخد أفيك مع الأدوات. فهنا الرياضة بتلعب نقط لكور، يبقى المفروض سور لكور. أقول لك ليه مش ولا حاجة من اللي قلتها، ده ملعب يا فندم، تلعب في ملعب التنس، سجوي سور لكور، ما بنقولش آه مع لو أكيد، وما بنقولش أفيك لكور، لكن اللي بعدها بتلعب أونز جوار، ليه اخترت آه؟ عشان ده عدد أعضاء الفريق.
17 tu comprends la leçon وهنا 18 tu comprends la leçon. الرد بقى je ne la بصوا كده معايا حضراتكم على الله وهنا على الإجراك في فرق يا فندم. انا هنا بقولك انت فاهم الدرس تقولي مش فاهمه. الله موجودة كومبليمون يبقى ما ينفعش احط ريان. ريان ما تتحطش طول ما في كومبليمون في الإجابة، لان هي ريان يعني لا شيء بتشيل المفعول وتقول مش فاهم حاجة. انما مش فاهمه طب خلاص احط با، ايه المانع اهو je ne la comprends pas مش فاهمه. انما هقول له مش فاهمه شيئا لا شيء، مش فاهمه لاحد، مش فاهمه مازال. اما بعدها بقى بتفهم الدرس قال لك je ne comprends. عارفين الإجراك اللي قبل comprends معناه ايه؟ je ne comprends à la leçon. يبقى انا مش فاهم في الدرس. مش فاهم ايه في الدرس؟ مش فاهم حاجه. يبقى ساعتها نحط ريان. هتقول لي مش الإجراك حلت محل compliment؟ لا، الكومبليمون هنا اندريكت وقلت je ne comprends rien à la leçon، كأني بقول لك مش فاهم حاجة في الدرس، لكن فوق ما اقدرش اقول مش فاهمه حاجة. أما رقم 19 السؤال بيقول je ne suis pas heureux. أنتوا واخدين إن في النيجاتيف اللي هو النفي أدوات النكرة والعدد والتجزئة بتتحول لدو، فجيتوا اتسرعتوا وحطيتوا دو. كمل بقى قاعدة، أدوات النكر والأعداد والتجزئة في نيجاتيف تتحول إلى دو ما عدا مع فيرب آتر، وده فيرب إيه؟ فيرب آتر. يبقى هتفضل دي اس زي ما هي. طب وليه مش يو مش دو؟ عشان كوبان جمع، فانا مش مبسوط من صحابي يا جماعه. je ne suis pas heureux يعني I'm not happy دو، انا مش مبسوط من مي كوبان او دي كوبان من الاصدقاء. نشوف الصفحه اللي بعدها وانا بطلب من حضراتكم تحاولوا تحلوا انتوا قبل ما انا احل. عارفين ليه؟ انت لما بتحاول تحل بتكتشف انت بتغلط في ايه. لكن لو انا اديتك الاجابات هنا ما الدنيا هتبقى سهله. طيب يلا نفكر كده ونعمل بوز على الفيديو وحل الجمل كده، واهو البورد قدامك، وجرب وتشوف تاخد كم من 10 في اول 10 جمل. الجمله الاولى رغم انها سهله جدا، انا متهيألي لو الجمله الاولى دي جت في الامتحان، هي جت مره بصراحه، جت في الثانويه عامه، هتلخبط ناس كتير، وهي لخبطت ناس كتير. هقول لك ليه. الجملة بتقول لك الكتب او سان نقط، لي ليفر او سان نقط. اصلا انا لما بسال سؤال اقول لك او فاتو او ايتو، طب الكتب او سانتيل، تخيل المفاجاه، الجمله دي ناقصها سوجي عشان تقول لي او سانتيل، بس كده او سانتيل، اين الكتب؟ تقول لي افكر في ليه، افكر في إيه؟ ولا حاجه، ناقصه سوجي. هتقولي ما السوجي اهو لي ليفر، لا ده سؤال جديد، او سان لي ليفر تبقى او سانتيل. طب والجمله الثانيه لا فريز مالناش دعوه بيها ومالناش دعوه انها لا. كومبيان فو، انت خدت فيرب فولوار مع الاكل والشرب بياخد بارتيتيف، يعني انت تقول جو فو دو لا فريز، عايز فراوله، جو فو دو كيلو دو فريز، عايز عدد 2 كيلو. فهنا بقول لك عايز منها قد ايه؟ كومبيان قصدي فو تو، المفروض كومبيان فو تو دو لا فريز، كومبيان دو كيلو دو فريز فو تو. فكده كده كميه، كده كده تجزئه، هتاخد البرون بيرسونال ان. ولو انت طالب حافظ كويس ان الاو ان بتيجي مع البارتيتيف والاكل والشرب كومبيان ان فو. شاشات دي فيوند، وركز قوي في الجمله دي. هو عندنا في الوحده الرابعه الاماكن اخرها اي اي زي لا بوشري لا بولونجري لا باتيسري لا بواسونري زي لا فارماسي ليبيسري. انما الشخص بيبقى اخره اي او ار زي ليبيسيي، واخره او ار زي لو بوشي لو بولونجي. طب ده الشخص الجزار ولا الجزارة مكان؟ لازم تعرف ان طالما اخرها اي اي وفي ميناء دي الجزارة المكان يا فندم. يبقى انا اشتريت لحمة من الجزارة الا الا بوشري. امتى تحطوا شيء لو كان ده الشخص الجزار؟ شيء لبوشي الا، لان فرب اشتي يشتري بيجي مع حرف جر اه زي اللي اه. الجزارة مكان يبقى اه، انما العاقل شيء. تعالى بقى الآية فصلة يبقى امر، بس هنا ما فيش امر. مين الفرب اللي هو ده؟ ايوه يا مسيو، ده فرب فالوار اللي لا يصرف الا مع الضمير ايل. ورغم ان آية بنت ما اقولهاش الفو، الفرب لا يصرف الا مع ايل يا آية. نعم الفو بياني تي جي، يجب ان نذاكر جيدا. الايل دي مش عايدة على آية، عايدة على فرب فالوار اللي لا يصرف الا مع ايل. نيجي رقم 5، سفرير يعني يعاني، بتقول يعاني من سفرير دو. واضح كده انها يعاني من، ما يبقاش بقى اسالك اين تعاني؟ لا، لو قلت اعاني في راسي كنت لا ما اسمهاش اعاني في، اعاني من، يبقى مش اين. كاسك يعني ماذا تعاني؟ طب ممكن تمشي، لا، لان السفرير بتاخد دو بريبوزيسيون قبل المرض، يبقى اقول له دو كوا
انت بتعاني من ايه؟ دو كوا فو سوفري؟ دو كوا سوفري فو؟ عشان الاجابه تقول جو سوفر دو لا كذا، دو لا فيافر الحمى، دو ريوم الزكام، دو لانجين التهاب الحلق، اي مرض. لا بوكس ايه؟ بص السؤال ده جه في الجمله مره في امتحان رسمي اعتقد كان الازهر. البوكس هو واحده من الرياضات الخطره. يعني ايه واحده؟ هو حضرتك لا بوكس في ميناء؟ ايوه يا فندم لا بوكس في ميناء. انا مالي؟ انا مالي؟ هو يكون رياضه المفروض ان سبور مذكر ان سبور. طب واحد من الرياضات الخطر، انا هنا عايز الرقم واحد اللي هو عدد مش اداه نكره لكلمه بوكس. واحد ولا واحده؟ ايوه هتبقى واحد من الرياضات. انا ما بحطش ايه عشان بوكس في ميناء، انا بحط ايه عشان اللي وراها. عارف لو كان مثلا واحده من الاكتيفيتي نشاط يبقى ان ديز اكتيفيتي. واللي بيسال ازاي يا مسيو يعقوب نحط هنا اداه نكره وراها دي نكره؟ لا دي مش اداه نكره، دي واحد عدد من الرياضات الكذا. اما سبعة جولا جو اي لا ناتاسيون، هو ممكن اقول جام لا ناتاسيون صح، جادور لا ناتاسيون صح، انما ليه الاولى والثانيه مش صح؟ عشان الجو تخيل مش مكتوبه جو ابوستروف، يبقى لازم تقول حاجه فيها حاجه مش فويل، يبقى نستبعد دول. جو في دو لا ناتاسيون ممكن، جو جو ا لا ناتاسيون مش ممكن، لان فيرب جوي ما بيجيش مع كل الالعاب، فيرب جوي مع الالعاب اللي هي فيها كوره فيها مضرب، يبقى نقول جو جو ا لا ناتاسيون غلط، لكن اقول جو في دو لا ناتاسيون هي الاجابه الصحيحه. 8 مسيو، نعم يا ابني، اكسبليكي نو هاد سيت فراز. شفت انت بتقول ايه يا مسيو؟ اشرح لنا الدرس ولا اشرح لنفسك. اوعوا تحطوا امر معاه زد ومعاه فو الا لو زود امرين. اوعوا تحطوا امر مع تشو ومعاه توا الا لو زود امرين. انما في حاجه اسمها مستر اشرح نفسك؟ لا، يبقى اشرح لنا احنا. اكسبليكي نو، لو كان في موا كنا اخترناه. اكسبليكي موا، ما عنديش مانع. طيب 9 ان با لا فورس، في من ضمن تعبيرات افوار عنده القدره ان افوار لا فورس دو، فورس يعني قوه، افوار لا فورس دو يعني عنده القدره ان، وبيجي وراها الفيرب انفينيتيف اقول جي لا فورس دو جوي، وده لازم تعبيره يكون محفوظ. اما 10 نو مونش با بوكو، على طول اتسرعت وقلت بوكو دو. تعرف يعني ايه بوكو دو؟ كثير من. طب تعرف يعني ايه جوتي مفرد وجبه خفيفه اللي هي السناك؟ فهل في حد يقول لك لا تاكل كثير من الوجبه الخفيفه؟ تقول لي اه انا باكل مرتين ثلاثه وجبات سناكس مثلا. كان حطها لك اس جمع. عارف لو كان في اس جمع في كلمه جوتيه كنت قلت له لا تاكل كثير من الوجبات الخفيفه. انما هنا عندي كلمه لو جوتيه الوجبه الخفيفه، انا باكل مثلا فروي او جوتيه. طب هنا بيقول لك بقى ما تاكلش فروي او جوتيه. طب هنا بقى ما يقول لك ما تاكلش كثير او جوتيه. عبقري فيكم اللي يجيب الجمله دي بتاعت اوجوتي صح. ودي بقى من الجمل اللي بنقول عليها لما بتيجي في الامتحان بتبقى عليها درجتين. طيب نشوف بقى من اول 11 ل 19، جرب كده وشوف هتجيب كام من 10. يا سيدي 9 جمل وانا الجمله العشرة او الدرجه العشرة من عندي. تعال نشوف كده جاوبته قلته ايه. بابا علم التعجب يعني جمله، فهل بتقول له حد اتصل بيك؟ بيرسون يعني شخص، وكالكان يعني شخص، بس بيرسون يعني نو وان في النفي، وبيرسون شخص لو قال اون بيرسون قبلها اداه، كالكان يعني سام وان في الاثبات. اما كو ماذا وكي من، طب انت بتقول له يا بابا مين اتصل بيك؟ ده لو كان سؤال، لكن ده مش سؤال. يبقى بابا حد اتصل بيك، يبقى الاولى الثانيه، بما ان الثانيه نيجاتيف يبقى كالكان ا تليفوني، بابا حد اتصل، فكالكان فوزا تليفوني يعني يا بابا حد اتصل بيك. الجمله الثانيه جو تروف جينيال، احنا قلنا سو ما بتجيش كومبليمون، سو بتيجي وراها فيرب اتر وتبدا بيها الجمله، لكن سا اللي هي الملكيه سوري اللي هي سا دي مش الملكيه، سا بتيجي سوجي لما اقول سافا، وكومبليمون لما اقول انا بحب الحاجه دي جام سا. فهنا بتقول جو تروف سا جينيال اللي هي دي. طبعا انا حاططها لكم مع الملكيه عشان ما تتلخبطوش بين سا وسا، لان دي سون سا سي، لكن دي سافا سامارش ساكوت. الجملة 13 السوجي هنا اون، والان البرونوم بيرسونيل السوجي الوحيد اللي ينفع يجي بدل جو تو. الناس اللي فاكره ان الاو ان بتحل محل نو فقط، انا ممكن تقول لي يا مسيو يعقوب عامل ايه؟ اقول لك اوني تري فاتيجي، بمعنى الواحد تعبان. ممكن بنت تقول لها عامله ايه يا بنتي؟ تقول لك اوني تري فاتيجي. ممكن اشاور على اثنين صحابي واقول انا وهما اوني تري فاتيجي.
انت واخد بالك انها تيجي بدل جو وتيو ونو وفو، بس ما بتجيش مكان إل في المعنى، ومع ذلك تتصرف إل. لكن لما بتيجي في أول الجملة وقبلها فصلة وقبلها برونوم بيرسونال اللي هو بنقول عليه تونيك فاعل تأكيدي، فهي تؤكد بالضمير نو فقط. يعني هي لو جي قبلها برونوم بيرسونال تونيك لازم نو تطلع بقى معناها إحنا، لكن مش ممكن أقول لك أنا الواحد تعبان أقول لك نو أوني فاتيجي، لا لا ما تنفعش. ولو قلت موا ما تقولش أوني فاتيجي، ما ينفعش أقول مثلا موا أنجو. هي بتتصرف إيل وما بتاخدش الوي تونيك، تتصرف إيل في المعنى تبقى نو مش إيل أبدا أبدا أبدا، ما يكونش معناها إيل. الفريق لكيب دو بون ريزولتا، الجملة دي سليمة كده، الفريق عنده نتائج كويسة. طب هزود بلو يعني أكثر، عنده أكثر نتائج كويسة، عنده فيري نتائج كويسة، فيري يعني تري، تري يعني جدا، عنده لا شيء لا يبقى عنده تجور. يعني إيه يا مسيو؟ هو دايما عنده نتائج كويسة، إلى تجور دو بون ريزولتا. 15 لشوفال مونج لارب، يعني الحصان بياكل العجب. العجب في الفرنسي أرب، ابحثوا عنها هتلاقوها فرد، ابحثوا عنها. أنا من أول السنة مديكم ومدي زمايلكم لأول مرة يشوفني هنا على المنصة هنا، أنا دايما في أبليكيشن على الموبايل اسمه لو ولا، الأبليكيشن ده اسمه لو ولا، اسمه كده نزلوه عندكم لو ولا. بتكتب له مثلا كلمة أرب بيقول لك في ميناء، عشان كده تعرف إن فرد. حتى لو مش عارف إن أرب يعني العشبة والحشائش الخضراء، أنت بتقول له الحصان بيأكل العشب الأخضر في ميناء. السابي يعني يرتدي ملابسه، بس عمرها ما بتيجي وراها ملابس، يعني ما ينفعش أقول السابي إن شميز. فرب السابي عامل زي فرب دريس بالإنجلش، أم دريسنج يعني أنا بلبس هدوم، لكن مفيش حاجة اسمها أم دريسنج ماي كلوزز. فبالتالي ما ينفعش أقول هو بيلبس القميص السابي إن شميز. طب ينفع أقول السابي فيت يلبس بسرعة؟ ينفع. السابي بون؟ لا، بون ده أدجكتيف بتيجي بعد فرب أتر فقط. ميو أفضل أو أحسن بتيجي أدفرب، ممكن أقول هو بيلبس أفضل، بس أفضل في إيه معلش؟ يبقى أنا أقول السابي فيت، يبقى هو بيلبس بسرعة، عنده مستعجل، السو دي باش. طيب أما 16-17 الساعة اللي أنتوا ناسينها من منهج أولى سنة، لما أجي أقول الساعة سيزر يعني الساعة 6:15 بنقول إيه كار من غير لو، إلا الربع بتقول موا لو كار يعني معاها لو، موا لو كار. 18 جون نقط دو لا ميوزيك يعني جون نقط من الموسيقى. إيه الفرق بين سوكيبي دو وسنتريسي؟ أديني قلتها. سوكيبي دو يهتم بي، بيجي معاها دو. سنتريسي بيجي معاها حرف جر لكن أوكيب يشغل أم يحب ما بيجيش وراهم بريبوزيسيون. فبالتالي لما تلاقوا دو لا ميوزيك يبقى سوكيبي دو لا ميوزيك الأولى. طب و 19 جو دوا ريسبكتي وبعدين أمون أنترينور. مين الفرب جو دوا قصدي نقط أمون بروفيسور أمون أنترينور؟ مين الفرب اللي بياخد حرف جر في دول؟ ريسبكتي احترم، كنت أقول جو دوا ريسبكتي مون أنترينور. طب أوبير يطيع؟ أيوه بنقول جو دوا أوبير أمون أنترينور. أما إيمي يحب وأتندر ينتظر، برضو ما بيجيش وراهم بريبوزيسيون، عشان كده هنقول جو دوا أوبير. الجمل اللي أنا قلتها لكم دي وبقول تاني وبقول تاني، الجمل دي هي التكات اللي في اللغة الفرنسية، مش ده الجرامير اللي في الفرنسي العادي. الجرامير العادي يسألكم على الأدوات العادية، البريبوزيسيون، البوسيسيف الملكية، النيجاسيون، النفي، الاستفهام، انتروجاسيون. إنما دي الجمل اللي ممكن يتقال عليها حرفيا كده تكات الجرامير اللي في المنهج. أرجو إن أنا أكون أفدتكم بالجزء المهم ده، ويا رب أنتوا تكونوا مستفيدين. وزي ما قلت لكم، أنت عندك إمكانية تنزل الملف PDF اللي إحنا هننزله لك، وحل تاني وتالت الجمل دي، وشوف كده هتثبت في دماغك المعلومات، ويا رب تكونوا استفدتوا.